شاركت مملكة البحرين في جلسة معلومات حول فيروس كورونا كوفيد-19 والتي نظمتها منظمة الصحة العالمية يوم أمس عن بعد، حيث استعرض الفريق الوطني التصدي لفيروس كورونا تجربة البحرين في مجال التصدي للجائحة والاستعدادات الكبيرة التي قامت بها وفق أعلى المعايير وبكفاءة عالية وجودة خدماتها الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين. وقدم الدكتور محمد الشعبان رئيس البرامج والسياسات الصحية بالمجلس الأعلى للصحة وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا خلال جلسة المعلومات محاضرة استعرض خلالها تجربة مملكة البحرين الحد من انتشار الفيروس من خلال اتخاذها لكافة التدابير الوقائية والاستعدادات المبكرة وتطبيق الإجراءات اللازمة المتوائمة مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية والإجراءات الوقائية والرقابية التي تتخذها الحكومة في مجال تعزيز سبل التصدي لهذا الفيروس. وأشار الدكتور الشعبان خلال العرض إلى أن مملكة البحرين كانت ولا تزال سبقة في وضع البرامج والمبادرات وتسخير كافة إمكانياتها اللازمة في التعاطي مع التحدي العالمي، حيث عملت الطواقم الطبية والصحية المتخصصة ضمن فريق واحد كجزء من فريق البحرين، وذلك وفقا للخطط خطط استراتيجية ووقائية ورقابية عالية المستوى، وذلك للتصدي للفيروس وضمان سلامة وصحة كافة المواطنين والمقيمين. مؤكدا على سعي البحرين لتوثيق تجربة التحدي في التعاطي والتعامل مع جائحة كورونا في الأوساط العلمية العالمية.